بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 5، نشوف المقطع الثالث. شوفي parallel flow over a flat plate، لكن المرة هذه نشوف الهيت ترانسفر كوفيشنت. شوف أولا local Nusselt number at location X، local Nusselt number. المرة الماضية لما كان general كنا حطينا هنا C وهنا الM وهنا الN، تذكروا؟ لكن المرة هذه نحن عارفين إنه بالنسبة للفلات بليت، بالنسبة للفلات بليت، وهنا كمان عندنا بالنسبة لللامينار فلو، وكمان بالنسبة، لاحظوا هنا السيرفس تمبريتشر هنا مثبت، درجة الحرارة هنا ثابتة عند السطح، بس ساعتها يكون عندنا النيسلت نمبر بهذا الشيء، تكون السي تساوي قيمتها هذه، والام قيمتها، والان قيمتها. بالنسبة لما يكون في الناحية هذه، لما نكون في ناحية التيربيلنت، تتغير السي، لاحظ تغيرت السي وتغيرت الام، لكن الان التي هي نفسها. يقول لك انه هذا these relation are for isothermal and smooth surface. هذه العلاقات صالحة فقط لما يكون isothermal، لما يكون درجة الحرارة TS هذه ثابتة على السطح هنا، ولما يكون كمان السطح هذا املس smooth surface. اللوكال فريكشن ال H هي وال CF، لاحظ انهم هنا كبير جدا، يعني بالنسبة لللامينار وبالنسبة للتيربلنت اكبر هي في اللامينار بكثير منها في اللامينار. ال HX reach its highest value when the flow become fully turbulent، متى تأخذ اكبر قيمة لها؟ لما بعد الترانزيشن، لما نتأكد أنه يكون fully turbulent وتبدأ تتناقص منها بفانكشن هي x قوة 0.2 وفي اتجاه الفلو، في اتجاه الفلو. The average Nusselt number over the entire plate، الأفرج، لاحظ هنا في أفرج Nusselt أو heat H بالنسبة لللامينار. نحن نعرف أن النيسلت تساوي إيش؟ HL على K. لاحظ هذه هي القيمة الأفرج. بالنسبة للتيربلنت يكون نفس الشيء، لكن تغيرت هنا 0.8 وهنا 0.037. لو ودنا على الانتاير بليت، على الانتاير بليت زي ما سوينا في السي اف في المرة الماضية، نسوي هنا في الاتش كمان 1 على ال ونكامل. بالنسبة لللامينار، بالنسبة لللامينار من 0 الى سي الى الاكس كريتيكال، بالنسبة لللامينار من 0 الى اكس كريتيكال، وبالنسبة للتيربلنت من اكس كريتيكال الى ال مباشرة. The average Nusselt number over the entire plate is determined by Nusselt number. الافرج هذه هي قيمتها، لكن على البليت كلها اللي هي، انا مباشرة اقول هذه بالنسبة، اذا قلنا للنيسلت، النيسلت اصلا الاتش طلعها مباشرة. لو بدنا نشوف لما يكون كمان بالنسبة لللامينار والتيربلنت فور ليكويد ميتال، ليكويد ميتالز اللي هي بالنسبة للمعادن المذوبة والمعادن السائلة، هذه عارف ان البرانت تبعها يكون صغير جدا، هذه لها نيسلت لوكال خاص بها. أما بالنسبة لكل الليكويدز مهما كانت البرانتل، فنأخذ لها هذه العلاقة، لاحظ فيها البرانتل وفيها الرينولد لوكال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.